دكتورة، خلينا نعرف بالأول إيش لازم نحكي لأطفالنا بما يخص القضية؟ إيش الأشياء لازم يشوفوها ويعرفوها، وإيش الأشياء اللي مش المفروض إنهم يتعرضوا لإلها؟ أول شيء سعد صباحكم. الأحداث اللي عم نمر فيها أحداث أبداً أبداً مو سهلة، لا على الكبار ولا على الصغار. بس الجانب الإيجابي إنه جيل التكنولوجيا أو جيل الإنترنت حالياً مو جيل ما بيعرف هاي الأمور. هلأ إذا بننتبه لألعاب الأطفال اللي بيحضروها اللي بيلعبوها على النت، كلها تدور حول الحق، الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، صح ولا لا؟ نعم، الأفلام الكرتون اللي عم بتابعوها كلها تابعة على هذا الموضوع، وكثير نادينا إن العنف هذا اللي عم بيحضروه عم بي بيولد عندهم غضب وعدوانية. تمام؟ هلا هذا الشيء بيعني إنه أبنائنا متعودين نوعاً ما على هاي المشاهد، وعندهم مناعة نوعاً ما على هاي الأمور. الحماية الزائدة لأبنائنا خطأ، خطأ تماماً. أبنائنا من حقهم من عمر 5 سنوات يعرفوا شو عم بيصير بالعالم بحسب قدراتهم والعقلية، وطبعاً إحنا بنحكي عن 5 سنوات بالوضع الحالي أو بالزمن الحالي، طبعاً هو يوازي العمر العقلي لابن 10 و12 سنة قبل 10 سنين. نعم، فأبنائنا حالياً واعيين، نكذب عليهم، نلف وندور معاهم، نخبي عنهم، نحاول نحميهم، هذا الحكي ابدا مرفوض، مش صح. شو لازم نعمل؟ هذا اللي احنا بدنا نحكي فيه. نعم، هلا بيهمني انا ابني يكون واعي وعارف كيف يوظف هاي المشاعر اللي عم بيشوفها، شو لازم يشوف، شو لازم ما يشوف. هلا انا ضد ونفسيا كمان انه يشوف كل المشاهد اللي فيها قتل الاجساد، الصور اللي بتظهر، بكاء الناس وشرحهم لهاي المشاعر. مش كل الانماط الشخصيات تقدر تتحمل هذا الشيء. صحيح. احنا ككبار، نعم، فكأطفال خيالهم واسع. كأطفال ممكن هو يحط نفسه بنفس الوضع اللي العائلة فيه، أو الطفل هذا فقد أمه، ممكن يتخيل إنه هو فقد أمه. فأنا ضد إنه يشوفوا هاي المشاهد كاملة، بس مع إنه يعرف إنه في صراع، مع يحضر أخبار أو نوعا ما جزء من الأخبار، مع يعرف شو عم بيصير. كيف بده يعرف شو عم بيصير؟ أروع شيء ممكن الأم والأب يعملوا إنهم يقعدوا مع أطفالهم ويشرحوا لهم القضية منذ قدم الأزل بالضبط، شو عم بيصير، مين إسرائيل، كيف اغتصبت الأراضي الفلسطينية، شو هي الأراضي الفلسطينية، شو يعني قضية فلسطينية وهي ليست خاصة بالفلسطينيين. هذا كتير مهم، لازم يشرحوه بطريقة حكاية. الأبناء بيحبوا الحكاية، ممكن نحضرها فيلم مع بعض، وكتير الأفلام موجودة، أو قصة مصورة نشرح لأبنائنا من عمر 5 سنوات لعمر 20 سنة. كلنا بنحب الحكاية، والقرآن أكبر دليل إنه كله قائم على سرد الحكاية. فأبنائي لازم يعرفوا بطريقة صحيحة المعلومات الصحيحة، شو اللي صار منذ قدم التاريخ، قد ايش صار لها فلسطين محتلة، ليش محتلة، شو أسباب ضعفنا، شو أسباب احتلالها، كيف ممكن ننتصر. كل هاي الأمور أبنائنا من حقهم يعرفوها، لأنهم هم اللي رح يمسكوا الراية بعدنا. نعم، فتجهيزهم وتغييبهم أبدا مو صح. نفسيا كيف ممكن أتعامل مع أبنائي؟ أبنائي بيتعلموا مني قدوة وليس كلاما، يعني بيشوفوا الممارسات اللي عم بتقومي فيها، وهم بحاولوا انهم يطبقوها كمان على انفسهم لانه بحبوا يكونوا زي اهلهم. بالضبط. فانا اذا بدي اتابع كل قنوات الاخبار واضلني العن واسب العفو واكون غاضبه وطول اليوم متوتره، ابنائي رح ينسخوا تماما شعوري، وهذا الشيء لا هو بصالح القضيه ولا هو بصالحي ولا هو بصالح ابنائي. نعم. أنا كيف ممكن أفرغ هاي المشاعر؟ كيف ممكن أعبر عنها؟ بقعد بعبر عن مخاوفي أنا، أكيد بدي أكون خايفة، هاي مشاعر طبيعية بشرية. بدي أكون محبطة، بدي أكون شاعرة بالعجز، بالخذلان، شاعرة بالتوتر، بالقلق، بالخوف من المستقبل. كل هاي المشاعر بعبر عنها، وتعبيري عن خوفي واعترافي بخوفي لا يعني إني أنا جبانة.
أبنائي لما يشوفوا والدتهم أو والدهم أو المربي عم يعبر عن مخاوفه بصيروا هم يعبروا لك عن مخاوفهم ومشاعرهم. التعبير عن المشاعر المكبوتة داخلنا هو أحسن وأسرع طريق لتفريغها وللتخلص من آثارها مستقبلاً. نعم. هلأ طبعاً كلياتنا في غضب مكبوت داخلنا وفي غضب حتى يعني مستفزين إحنا، يعني ممكن أحكي معك جملتين نتناقش فيهم شوي، يعني إذا اختلفنا مباشرة بنوصل لمرحلة الخلاف. طب ليه المستفزين؟ لأنه إحنا داخلنا غضب لازم يتفرغ. فأنا إذا ما عرفت إنه في هذا الغضب واعترفت بوجوده وحاولت أتعامل معه وفرغته رح أفرغه على اللي حواليه، وهيك أبنائنا رح يتفرغوا علينا، رح يفرغوا على بعض، على أصحابهم، على الممتلكات. فبدنا ننتبه ونتفهم إنه هذا الغضب موجود، المخاوف هاي موجودة. نعم. فأنا كأم بربي أبنائي أو بعلمهم بالقدوة إنه يعبروا عن هاي المشاعر وبعلمهم كيف يتعاملوا معها. نعم، ولكن كيف يتعاملوا معها. تمام دكتورة سحر، بس هون بس بدي واقف عند نقطة بسيطة ونقطة مهمة جدا. احنا بنقدر نحكي هذا الحكي، ولكن ليس كل الأشخاص بيقدروا ينفذوا هذا الحكي. يعني ضبط النفس بده تدريب كبير، الممارسات الصحيحة مع الأبناء بهذه الظروف الصعبة مع كل المشاهد اللي احنا ككبار عم نتعرض لإلها. يعني اليوم كمان احنا ككبار يجب انه نتدرب على أشياء جديدة لحتى نقدر نكون هذا المثال لأطفالنا. بالضبط. هلا المثال مش معناته اني اكون نموذجيه، يعني انا في حال غضبت بدي احكي لهم انه هذا غضب موجود بدي اعترف فيه، في حال انا متوتره وخايفه بعبر لهم. انا بالنهايه مش راح اعطيهم مثال مش موجود، انا بدي اعبر عن بشريتي. فهم لما يشوفوا، يعني ابنائنا ممكن يعانوا حاليا من تبول لا ارادي، من قضم اظافر، من اكل للسكر اكثر، من نوم قلق، من اكل او شهيه متفاوته. ليه؟ لانه احنا فعليا كل المجتمع مضغوط ومتوتر. فانا بدي اتفهم هاي المشاعر وابين لها لابنائي انه انا ما عرفت انام طول الليل وانا عم بفكر، وطول اليوم انا طول الليل وانا متوتره. فابنائي لما يشوفوني انا بعبر فهم بيعبروا. ما بدي اعطيهم نموذج مش موجود، لا انا خايفه وانا متوتره وانا مش قادره انام، بس كيف اوظم هاي المشاعر هو هذا اللي بدي اعلمه لابنائي. ممكن اكتبها، ممكن أبلش أشوف أنا شو بقدر، شو إمكاناتي وأوظفها. غضبي بدي أوظفه صح، هيك بحكي لأبنائي شو أنا بعمل. ممكن أحضر أنا وياهم بعض الأفلام الوثائقية أو نحضر أشياء معينة أبنائنا بيسألوا، فبدل ما أجاوبهم من معلوماتي ممكن تكون البسيطة أو المغلوطة بحضر أنا وياهم تعالوا نبحث مع بعض. اوعوا حالة الغضب اللي عم نعيشها، ممكن أبنائنا بيسألوا كتير كتير أسئلة، حقهم يتجاوبوا ويتجاوبوا أجوبة صحيحة وياخذوا كل حقهم ووقتهم إنهم يفهموا شو عم بيصير، شو أسباب الحرب، شو أسباب الصراع، كيف نحل، ليش هيك عم بيصير، وين حدودنا، وين حقوقنا، شو واجباتنا، ليش ساكتين. كل هاي التفاصيل أبنائنا رح يضلوا يسألوا، وإذا ما وصلهم الجواب الصح بدهم يبحثوا بأنفسهم. ففعلياً نحن كأهل دورنا هلأ التوعية بمشاعرنا بأنفسنا، كيف نضبطها ونتعامل معها بإنسانية وببشرية، كيف نتعامل مع القضية، أنا وين دوري، شو ممكن أعمل حسب إمكاناتي، وبدي أوظف اللي عم بيصير باستثمار، بدي أستثمره بالجيل القادم. الجيل القادم بده يفهم إنه نجاحه من نجاح الأمة وصولها إلى الحرية. الجيل القادم بده يفهم إنه استثماره لوقته وشغفه وطاقته يعني حريتنا، يعني نصرنا، يعني أخذنا لحقوقنا. الجيل القادم بده يفهم إنه هو المفتاح للحرية والنصر. كيف أدرس عشان الأقصى، عشان الحرية، عشان الاستقلال. استثمر وقتك، استثمر طاقاتك، اعرف شو شغفك، شو إمكاناتك، هذا اللي بتقدر تعمله. أما الخذلان، الخوف، الغضب، التوتر، التمرد، لا بفيد القضية ولا بفيدنا بالمجتمع. نعم دكتورة، هل تعتقدي أنه الآن الأجيال الجديدة، وأيضا اليوم عم نحكي عن هذا الجيل اللي كنا متوقعين منه أنه هو ما بيعرف ولا إشي على القضية، اليوم عم نشوف ردود فعل ونشاط وحماس ومعلومات صح، يعني مهولة ورائعة من هذا الجيل، هل تعتقدي أنه الجيل القادم سوف يكون أكثر وعياً بما أنه الجيل اللي قبله كان هالقد واعي وهالقد نشيط وهالقد قادر أنه يسمع صوته للعالم؟
الجيل القادم إن شاء الله إنه فيه الأمل، والأمل بالله كبير. الجيل القادم الحلو فيه إنه ما بيقتنع بسهولة، وهذا إشي حلو. ما بتتبرمج عقولهم بسهولة، متمرد صراحة. فإذا إحنا ما عرفنا نوظف هذا التمرد، ما احترمنا هاي العقول ووصلنا لهم المعلومة الصحيحة باحترام لعقولهم، ولا يعني ما يعني أطفالنا بصدق أكبر من أعمارهم بثلاث أربع سنوات يعني على أقل تقدير. ففعليا بدي أحترم هاي العقول، بدي أعطيها معلومات، بدي أوظف إمكاناتها. القمع، التعصيب، التسكيت أبدا ما عم بيزبط مع الجيل الحالي. الجيل الحالي إذا أنت ما أعطيته المعلومة بدور عليها برا. جيل حر، جيل متمرد، جيل قوي، جيل يبحث عن ذاته وإثبات ذاته. فإحنا دورنا كمربين إنه نوظف هاي الطاقات، نوجهها بشكل صحيح بكل بساطة. هذا الجيل إن شاء الله قادرين على إنه نستثمر طاقاته صح، إذا كنا فعلا أذكياء وقادرين إنه إحنا نوظفها معلوماتيا وشعوريا وفكريا. نعم دكتورة سحر، نصائح للعائلات والأهل وأولياء الأمور اللي ما كانوا مشاركين أولادهم بالقضية الفلسطينية وبأهمية هذه القضية لكل شخص عربي ولكل شخص يحترم الإنسانية ويحترم وجوده. اليوم هدول الناس اللي ما قدموا القضية لأولادهم وفجأة ولعت الدنيا وصار لازم ينحكى فيها، ما هي النصائح اللي بتقدميها لإلهم كرمال يحكوا لأولادهم عن قضية فلسطين؟ أسرع طريقة لحتى أتفادى هذا الشيء هي القصة. بجيب أبنائي، الأبناء بحبوا الوقت اللي بنقضيه مع أهلي، بحبوا الوقت اللي بيقضوه مع أهليهم. فتعالوا يا أحبابي، بدنا طبعاً القصة كلنا بنحبها. تعالوا بدنا نحب، بدي أحكي لكم قصة. تبدأ القصة مش نعم. من احتلال فلسطين قبل 75 سنة، لا، تبدأ القصة من بداية شو هي فلسطين، شو هي المنطقة هاي، شو هي القدس، شو معناها عربيا، شو معناها اسلاميا، شو معناها انسانيا، شو معناها فكريا نفسيا. كل هاي المواضيع انا بدي ابحث، بدي اجيب معلومات تتناسب مع اعمار ابنائي وابلش احكي لهم. هاي مسؤولية وهي امانة لازم تنقل، لانه ابني اذا ما سمعها مني راح يسمعها من صديقه، راح يسمعها من المدرسة، من النت، من السوشيال ميديا اللي كلها عم تحكي بنفس الموضوع. فانا دوري كأم اني انا ابدا معاهم بالقصة، افهم شو عندهم اول شيء معلومات. ممكن اتفاجأ انه عندهم كل المعلومات اللي انا اعتقد انها مش موجودة، وابدا بتصحيح اذا عندهم معلومات بتصحيحها. ممكن افهم منهم اشياء انا ما كنت اعرفها. فالنقاش والحوار مع الابناء كثير راح بيختصر علي طريق في اني اوصل لهم المعلومه. الحلو انه ابنائنا كثير صريحين، كثير واضحين. اذا انا كنت متفهم لمشاعرهم، متفهم، هم شايفيني انه انا كمان عم بعبر، وكثير انا كثير شفافه معاهم بشو انا عم بحس وشو المعلومات اللي عندي. اذا بعرف لهم بعرف، اذا ما بعرف بقول لهم تعالوا نبحث مع بعض. كبار صغار كلياتنا بنحب الانسان الصادق والواضح. فالقعده مع ابنائنا بهاي الفتره كثير مهمه. نبعد بس شوي عن الصور والمشاهد اللي شوي يعني بتثير الحزن وتثير الالم. القضيه ما بدها ناس حزينه، ما بدها ناس مفترقه نفسيا، ما بدها ناس كثير تعبانه، بدها ناس قويه، أكيد. بدها ناس إيجابية، بدها ناس تفكر بالحل، ناس تشتغل على حالها بالشكل الصح. شكرا جزيلا دكتورة سحر لكل هذه المعلومات القيمة. دكتورة سحر مزهر أخصائية اجتماعية ونفسية كنت معنا عبر الزوم.